أنا نعمة سعيد أبو علا. محكمة محامية من اللي وصوا عليها. بص في الورقة أعرف القضية دي خسرانة ولا كسبانة. نعمة في الحق ما تعرفش أبوها. عمري ما شفت واحدة زيها، ذكية جدا. أنت أجمل هدايا ربنا هداني بيها. أحبك يا نعمة. لأن رزقي في الدنيا دي كلها أنت. نعمة أنا بحبك. يا لهوي. قرارك الغبي اللي خدتيه في حياتك هو جوازك من الواد المعفن ده. لما ادى له 8 مليون بتوعي اتغير، مناخيره بقت في السماء. انا صلاح بيه. جوزك بيلعب بديله. تخيل حقتلك. نلفها في السجادة. نعمة ماتت يا عم سعد. نعمة! ايا كان اللي هتعمليه مع جوزك اوعى تاذي بنفسك. هما 10 ثواني بيعدوا عليك قبل ما تموت. سكرات الموت بيعدي عليك شريط اوسخ ناس قابلتهم في حياتك. غريب يا صلاح انك مليت الشريط كله بصورك. صوره وانت بتعيط لي، صوره وانت بتاخد فلوسي، صوره وانت بترميني في قبر من غير حد انت ما تكفني ولا تقرا عليا فتحه. طب وناوي على ايه يا نعمه؟ وفقا لقانون العقوبات تنص الماده 230 على انه كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار على ذلك او الترصد يعاقب بالاعدام. اوعى ايدك كده. انا هعرفك ان اللي دوست عليها اسمها نعمه ابو علا. مش عايز اسمع منك غير ان انت اتطلقتي وبس. عد الدنيا فوق راسي. بنت الكلب. انا هجيب اجمد محامي في البلد. مد ايدك ونقي اي محامي تعوزه. قسما بالله لرزع لك بحيطان المحكمه وحق الغدر والخسه اللي شفتهم منك. وخلي اخر حاجه تشوفها في الدنيا قبل وش عشماوي ووش نعمه سعيد ابو علا. سعيد تاخدي الحق. صنع لا لا. وصنعي الشاطر ما يسيبش حقه ونسابه يبقى خايب وعيشته بطله.